بدال من العمليات يا واحد من الاثنين يوجد بلاغ حالة توقف قلب وتنفس في منطقة الراشدية، يرجى الاستجابة تتم ارسال الاحتياجات اليكم فورا. معلم معلم. ما اقدر انسى اليوم اللي تعب فيه عمي ودخل في حالة صرع، كنا متوترين وما نعرف شو نسوي ولا نقدر نساعده. كنت ادري انهم جايين في الطريق، لكن وجودي هناك بدون ما اسوي ولا شيء كان وايد ثقيل علي. وبفضل الله ثم مساعدتهم رد النفس، وفي هذيك اللحظة قررت اني اصير مسعفة واقدر انقذ حياة اي شخص وما انحط في هالمواقف مرة ثانية. واليوم انا قاعدة اعيش حلمي وصرت مسعفة في الاسعاف الوطني. لما كنت صغيرة واشوف سيارات الاسعاف واسمع عن شغلهم وكيف ينقذون الناس، حسيت بداخلي اني ابغى اكون في هالمكان واكون من بينهم، والحمد لله اني وصلت لهالمكان حلم وحققته. أول ما شفت الإسعاف من الداخل، شفت المعدات والأجهزة، كنت ضايعة بينهم وما بعرف كيف أستخدمها، والحين ما ألاقي نفسي إلا في الميدان وعارفة شو أسوي، وهذا هو مجالي. يحتاج تدريب المسعفين إلى وقت طويل، لازم إنه المسعف يكون عنده المهارة والتدريب العالي، ويكون عنده المعرفة الطبية الكاملة وتطبيقها على أرض الواقع بشكل صحيح تحت أي ظرف وتحت أي ضغوط كانت موجودة. والهدف من ذلك لضمان استقرار حالة المريض والمحافظة على حياته لحد الوصول إلى المستشفى. إحنا هنا بالإسعاف الوطني نبذل قصار جهدنا وما بوسعنا لمساعدة طلابنا للوصول إلى هذا المستوى. كان فريق الإسعاف الوطني دائماً متعاونين ويانا وكانوا دائماً يساعدونا. الفريق فيه مدربين بخبرات ومعلومات عالية، بالدعم اللي هم عطوني إياه أكاديمياً ونفسياً، بدونهم ما كنا بنوصل للمستوى اللي نحن فيه اليوم. في اللحظة اللي تجيب فيها المسعفين لحالة طوارئ وتشوف أم تسلم ولدها أغلى شيء عندها عشان ينقذون حياته، هنا تعرف ثقة الناس بالمسعفين وقدرتهم على إنقاذ الأرواح بعد الله. وعشان تظل هذه الثقة محفورة في قلب كل مواطن ومقيم، دربنا مسعفينا وطورنا مهاراتهم وعلمناهم علشان يكونون قد المسؤولية. واجهت صعوبة في إقناع أهلي، كوني البنت الوحيدة لهم، ولأن المجال جديد علي والدوام شفتات في سيارة الإسعاف والاستجابة تكون في أماكن مختلفة. لما بديت أشاركهم بدورنا في الميدان وكيف التدريبات تكون والاهتمام لسلامتنا قبل أي شيء، ساعدني في إقناعهم في الموضوع. وأكيد انتشار وباء كورونا عزز أهميتنا في المجتمع، وصار الكل يقدر ويفتخر بوجودنا في هذا المجال، وأنا جدا فخورة لخدمة بلادي. فخورة أني من أبطال خط الدفاع الأول، وهذا الشعار أثبت أن اختياري صحيح ورد جميل لبلادي وخدمة المجتمع. كانت هذه السنة استثنائية، كانت تفاني طلابنا واستمرارهم وتصميمهم هي قوة دافعة لاستمرار هذا البرنامج بالرغم من كل التحديات والظروف التي تواجهها العالم. بذلنا كل ما في وسعنا لمواصلة هذه المسيرة، سواء كان خلال التعليم عن بعد نظريا أو التعليم عن بعد عمليا بالميدان، والحصول على اعترافات دولية لمواصلة التدريب عن بعد عبر اتخاذ إجراءات احترازية متكاملة مكنتنا من إكمال
المهمة بنجاح. لحظات الفرح هي شوفة شبابنا وبناتنا يوصلون للنجاح بعد عملهم المستمر وإصرارهم على تحقيق أهدافهم، ودورنا في الإسعاف الوطني هو تهيئتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم الصحيح لخدمة الوطن، وهذا الدور مستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة اللي تحث على بناء الإنسان، لأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لبناء الوطن. التجربة وايد حلوة وأثرت فيني شخصياً وزادت الثقة فيني، وكل اللي حولي لاحظوا التغيير الإيجابي، والحين أتري اللحظة اللي بمارس مهنتي في الميدان وفي خدمة بلادي. فخورين بخريجينا اللي استطاعوا أداء المهمة ضمن كل التحديات اللي مر فيها العالم. هم الحين مستعدين وجاهزين أداء مهامهم الإنسانية ضمن خط الدفاع الأول مع أخوانهم وزملائهم. نعتز بشبابنا وبعزيمتهم وبأسرارهم ونعول عليهم ونرحب بانضمامهم لنا لخدمة هذا الوطن.